شنو أحلامك المادية؟ أحلامي المادية أتوقع أن أحتاج بيت أكيد، لأنه هو المأمل الوحيد بالكويت والأساسي. ولا بالبحرين؟ لو بتسأليني قبل فترة بقول لك بالبحرين، أوكي، بس الحين تبين بالكويت. بالكويت ها؟ يعني أطمح بالكويت. أوكي، بس غالية الكويت. أي عقار جدا غالي، أغلى منه بوايد. أي 500-600 ألف أقل. أي أقل بيت في الكويت. مو شرط يكون أنت بيت، في البحرين ممكن 80 ألف 100 ألف في ب 120. اي 80 عندكم؟ صحيح صحيح، انت عندكم 80 120 ألف في تشتري حصري. بيت في البحرين. اي تشتري، بس انا موجود بيت ابوي، ما عندهم الا انا واخوي، واخوي عنده بيته، اوكي، فمو محتاجه بيت ان اامن يعني. الحمد لله وضعي تمام والحكومه تعطيني بيت اذا طلبت.